بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين اعزائي واحبابي مشاهدي الكرام أه هنبدا معاكم النهارده حلقه جديده من مطبخ رئيسة أه يا رب تكون خفيفه عليكم هنعمل النهارده البطاطس البيوريه باللحمه المفرومه بثلاث اشكال في البطاطس بالصلصه وفي بالبشاميل وفي الساده يعني المكون واحد البطاطس البيوريه مكون واحد أه الحشو أه نفس الحشو لكن هيختلف في أه أه التشكيل النهائي في أه النوع الاول هنحط علي أه وش البطاطس أه بشاميل والنوع الثاني هنحط على وشه صلصه اللي ما بيحبش البشاميل هيحط على وشه صلصه وفي النوع الساده اللي هو لا لا فيه صلصه ولا فيه بشاميل بيبقى بس البطاطس البيوريه محشيه لحمه مفرومه هنبدا اول حاجه طبعا معانا المقادير بالنسبه للبطاطس البيوريه المكون الاساسي البطاطس البيوريه عباره عن بطاطس بنسلقها بنسلقها وبنهرسها بالهرسة دي والمقادير قدامك على الهوا البطاطس البورية عبارة عن 2 كيلو بطاطس مهروسة معاهم سمن أو زبد حسب الرغبة بنضيف معاهم طبعا التوابل برضو حسب الرغبة ملح وفلفل وتوم بودر وبصل بودر بس المكون الأساسي في الوجبة دي هو الكمون البطاطس البيورية بتحب الكمون يعني ايه كل ما تكتري كمون للوصفة هيديها طعم أحلى وأحلى ففي ناس بتحب تحط على البطاطس بيوريه آه، الخضره الشبت وبقدونس برضه يمشي حلو وفي ناس ما بتحبش انا يعني انا يعني استغنيت عن الخضره الشبت والبقدونس ان انا ضفتها على العصاج طبعا آه البطاطس البيوريه المكون الاساسي قلنا طريقته طبعا اللحمه المفرومه يعني كلنا نعرف ازاي نعصج اللحمه المفرومه عملتها مره واتنين على الهواء بس برضو انا هشرحها طريقه اللحمه المتعصجه هنجيب طاسه ونحط عليها فيها ثلاث معالق سمنة او زبد حسب الرغبه بعد كده بنشوح اللحمه المفرومه بنشوح اللحمة المفرومة وبعد كده بنضيف لها البصل المتقطع جوانح أو قطع صغيرة بعد كده لما يعني بتمرض البصل او بتدبل بنضيف ليها الفلفل الالوان اللي هو الاحمر والاصفر والاخضر طبعا طعم الفلفل الالوان في 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 العصاج بيدور طعم مختلف انا انا عن نفسي انا بحب الفلفل الالوان في اللحمه المتعصجه بعد كده بن بنقلبه تقليبه واحده بس على اساس الفلفل الالوان ما يتبلش يفضل لونه زي كده يعني انا بس يا دوب قلبته تقليبه بسيطه فاللون الاصفر فاضي الاصفر واللون الاحمر ما زال احمر بعد كده بنضيف لها معلقه صلصه يعني بعد معلقه بسيطه صلصه تديها اللون الاحمر تديها اللون الحلو ده بالنسبه للعصار طبعا البشاميل برده انا جهزته مرتين على الهواء قبل كده البشاميل العادي انا عملت البشاميل المالح اللي هو بتاع المكرونه بشاميل وعملت البشاميل الحلو اللي هو بتاع البطاطا بالبشاميل بس برضو انا هشرح طريقه البشاميل تاني للي بيحب يعرف طريقه البشاميل طبعا طاسه على النار معلقتين سمنه بنشوح معلقتين دقيق مع معلقتين السمنه وبنحط عليهم اتنين كوب لبن معلقه دي ليها كوب لبن معلقه الدقيق الكبيره اللي هي دي المعلقه دي ليها كوب لبن المعلقتين كوبين طبعا بنقلبه يصفر او يصفر لون الدقيق بنكب بنضيف ليه اللبن وبعد كده بنتبله لو احنا هنعمله حلويات هنضيف له سكر وفانيليا لو هنعمله مالح يبقى هنضيف بس الملح والفلفل الاسود البشاميل ما بيحبش اكتر من الملح والفلفل الاسود طبعا انا شرحت يعني الطريقتين البشاميل والعصاج معلش انا عشان وقت الهواء عندي ضيق وده بياخد وقت كتير فانا اختصرت الموضوع ان انا هشرحه ليكم وانا عملته قبل كده وان شاء الله في المرات الجايه برضو هعمله ليكم وعد مني هعمله لكم على الهوا البشاميل واللحمه المتعصجه طبعا معانا النهارده الوصفه او الطريقه البطاطس البيوريه البطاطس البيوريه عباره عن بطاطس مهروسه بنهرسها او بالهراسه دي دي موجوده في كل محلات الادوات بنجيب البطاطس وبنهرسها بالطريقه دي لحد لما تبقى مهروسه جامد بعد كده بنضيف لها نص كوب سمن او زبد مع البطاطس بنتبلها بالملح والفلفل والتوابل حسب الرغبه بس اهم حاجه زي ما قلت في اول البرنامج الكمون الكمون مع البطاطس المهروسه بيديها طعم مختلف بعد كده هنجيب الصينيه طبعا دلوقتي انا عندي صلصه اللي هي انا قلت هعمل البطاطس البيورو بثلاث طرق بالساده وهعملها بالصلصه وهعملها بالبشاميل يعني الاختلافات بسيطه بس هتفرق في طعم البطاطس طبعا انا هجيب الصينيه الاولى ان انا طبعا مدهونه سمن او زبد فانا هعمل الطريقه الاولى اللي هي الساده هنحط نص مقدار البطاطس تحت على في القاع الصينية هنحطها ونسويها كويس بالمعلقة تبقى متساوية هي ما شاء الله يعني طعمها حلو البطاطس عموما كلنا بنحبها في في العشاء في الفطار بنعملها سندوتشات حلوة بس كمان طعمها أحلى وأحلى لما بيتحط فيها المكرون اللحمة المتعصجة أو اللحمة المفرومة فكده أنا هبدأ أرص الصينية الأولى وهشرح الطريقة تاني في آخر الحلقة برضو زي ما أنا حطيت كده الصينية لازم أسويها كده وبعد كده هجيب الـ 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 طبعاً ما شاء الله اللحمة علشان انا ما مدتش الفلفل سوى كتير فمازال على لونه الأحمر أحمر والأصفر أصفر فطبعاً هنحط اللحمة المتعصجة كده وهنسويها هنسوي الصينية كلها باللحمة طعم اللحمة مع البطاطس خطير هتجربوها ان شاء الله وهتدعولي كل الوصفات اللي انا بعملها على الهواء انا مجرباها في بيتي وما بعملش حاجة ما بتت... يعني ما بتترمي أو ب... لا كل اللي انا بعمله ب... ما شاء الله يعني طعمه حلو وجربوه وهتدعولي طبعا كده احنا عملنا الرأي الاول بعد كده هنحط الرأي الثاني ويعتبر كده البطاطس الصينية الأولى على وشك الانتهاء معلش أنا وقتي ضيق على الهوا فأنا البطاطس يعني المهروسة دي مش مش صعبة ومش محتاجة شغل يعني إن أنا أعملها على الهوا فإن أنا شرحتها بالطريقة زي ما أنا عملتها في بيتي بالظبط بطاطس ونسلقها وبنهرسها بنضيف لها التوابل التوابل دي حسب الرغبه ما فيش التوابل بالذات كل بيت حسب الرغبه ما فيش توابل اجبار على حاجه معينه بس هي في في اكلات يعني محتاجه حاجات اكتر يعني مثلا البطاطس دي محتاجه كمون اكتر حاجه كمون البشاميل محتاج اكتر حاجه الفلفل الاسود يعني في وصفات كتير بتحتاج توابل اكتر من التاني ممكن نضيف لها توم باودر بصل بودر نضيف لها خضره برضو انا يعني ايه ممكن نضيف لها خضره عادي برضو تديها طعم برضو حلو انا هعمل وحده بالخضره والصينيه الثانيه بدون خضره طبعا البطاطس عشان انا حاطه فيها سمنه او زبده فمش محتاجه ان انا ادهن وشها لا سمن ولا زبد ولا اي حاجه هي كده تتحط في الفرن بتبقى بالشكل ده هيبقى لونها احمر وده شكلها النهائي يعني بعد ما بتستوي في الفرن بيبقى ده الشكل النهائي طبعا هنبدا الصينيه الثانيه اللي هي عباره عن صينيه البشاميل مع الصلصه طبعا انا عشان بس اختصار الوقت فانا هعمل الصينيتين في صينيه واحده بس انتوا براحتكم يعني ممكن تعملوا الصينيتين في واحده وممكن تعملوا صينيه كده وصينيه كده جربوا دي وجربوا دي واللي طعمها احلى يعني اشتغلوا بيه او اعملوه انا عملت واحده بدون شبت وخضره للي بيحب اللي بدون شبت وخضره وعملت واحده بالخضره ما فيش اي حاجه غير اني سلقت البطاطس يا جماعه ما عملتش اي حاجه غير اني سلقت البطاطس وتبلتها بس سلق البطاطس والتتبيله التوابل دي حسب الرغبه طبعا وزي ما انا قلت اهم حاجه نكتر الكمون الاخضر البطاطس البيوريه اهم حاجه فيها الكمون الاخضر الخضره اختياري الشبت والبقدونس ده اختياري بعد كده يعني انا عملت واحدة سادة واحدة بالخضرة هنجيب الصينية هنعمل نصها دي محتاجة ان انا اكورها كور هعملها ازاي انا اكورها كده كور كبيرة هحتاج ان انا اكورها كده اكور المقدار كله هقول لكم ازاي انا هعمل بعد كده هحشيها ممكن تحشي قلبها جبنه موتزاريلا بدون لحمه برضو حلوه ممكن تحشي قلبها لحمه متعصجه تحشي قلبها اي حشو حضرتك تحبيه ممكن تحشيه في قلب الصينيه دي لانك انت بتكوريها كور الكور دي هقولك ازاي تعمليها دلوقتي وازاي تحشي قلبها اختصارا لي الوقت فدي انا طبعا سويتها اللي هنا دي سويتها لكن دي انا هكورها كطريقه مختلفه طريقه سهله الاطفال كلها بتحب البطاطس المهروسه بنعملها على العشاء وبنعملها على الغداء جبت لك الثلاث طرق اللي يعجبك اعمليه عملت لك اللي هي بالصلصه اللي بالساده وهعمل لك اللي بالبشاميل دلوقتي وهعمل لك اللي بالصلصه برضو اختاري اللي يريحك واعملي ايه هقولك ازاي تحشيها دلوقتي آه هنجيب آه اي يعني اي جهاز عندك آه في المطبخ آه اي حاجه بس تساعد ان احنا نفتح قلب ال قلب عشان الحشو فأنا ايه هجيب دلوقتي هوريكم ربكم جبتها هنا اهو وبعد كده بنغطي بن وشها جزء بالبشاميل وجزء الثاني هنغطي هنغطيه بالصلصه يعني جزء بالبشاميل وجزء هنغطيه بالصلصه حابين تعملوا الصينيه بشاميل وصلصه براحتكم حابين تعملوا الصينيه صلصه بس ممكن برضو جربوا الطعمين واللي يعجبكم اعملوه فانا كده انا خلصت البطاطس انا كورتها كور عباره عن كور اهي سواء هجيب اللي انا هستعملها اي حاجه تساعدني ان انا افتح قلب البطاطسايه بالطريقه دي ممكن اعملها كده اهي يا ريت الكاميرا تيجي معايا اي حاجه ممكن لو ما عندكش بالبيضه هنجيب البيضه اهي بطريقه سهله بالبيضه اهي يعني يبدية بالبيضه اي جهاز عندك المهم يتفتح قلب البطاطس اهي كده انا خلصت فتح البطاطس هبدأ ان انا احشي اللحمه هبدأ ان انا احشي اللحمه قلت ممكن تحشي قلب البطاطس دي يا ريت الكاميرا تيجي معايا يا يعني ممكن تحشي قلب البطاطس دي تحشيها لحمه وممكن تحشيها جبنه ممكن تحشيها اي حشو حضرتك تحبيه انا برضو ايه جايبه جبنه مع الفلفل جبنه مع الفلفل بالطماطم عاملاها بحيث ان انا احشي بيها برضو للي يرغب يعني ايه دي او دي هنحط في قلب البطاطس اللحمه المتعصجه كده كده كلها اتملت لحمه كل البطاطس غالبا اتملت لحمه وبعد كده هنبدأ نحط الصوص صوص يا اما صلصه يا اما بشمل جربوا الاتنين واللي يعجبكم اعملوه انا لكم البيوريه بكل انواعه بالبشاميل وبالصلصه وبالساده يعني انا عملت كل انواع البشاميل والاختيار النهائي ليكوا انتوا طبعا في جزء انا هسقيه بشاميل مثلا الجزء ده هسقيه بشاميل والجزء التاني هسقيه صلصه صلصه عاديه طماطم مع السمنه مع النار مع فصين أه وبس يعني تتسبك وخلاص طبعا صلصه الطماطم كلنا نعرف نعمل نجيب طاسه على النار أه نحط فيها سمنه أه وبعد كده أه نضرب الطماطم عصير طماطم ونسيبها تتسبك على النار وبعد ما تتسبك نضيف لها أه معلقه صلصه تديها اللون الاحمر والطعم طبعا انا عملت أه الصينيه نصفين النصف الاول صلصه أه والنصف الثاني بشاميل واللي يريحكم اعملوه ممكن تعملوا صينية بس بشاميل ممكن بطاطس بيرو بالبشاميل برضو ممكن ما حبيتوش البشاميل ممكن تعملوه بالصلصة هنجيب الصلصة زي ما انا قلت ونسبكها عبارة عن صلصة عبارة عن صلصة متسبكة وكده دي الطريقة الصينية التانية طبعا دي السادة اللي هي بطاطس باللحمه بس ودي اللي الصوص بتاعها عباره عن طماطم او صلصه طماطم وبشاميل البشاميل هعمله لكم مره تانية على الهوا واللحمه المتعصجه هعملها لكم مره تانية على الهوا بس اكون ايه مالكه وقتي وعندي الوقت هعمل لكم اللي انا عملته قبل كده مرتين ساعه المكرونه البشاميل عملت البشاميل على الهوا وقبل كده عملت العصاق برضو على الهوا هعمله لكم مره تانية وعد مني طبعا الصينيه انا قسمتها نصين ده اللي هي بالصلصه دي البطاطس البيوريه بالصلصه ودي البطاطس البيوريه بالبشاميل دي, دي في طبق لوحدها ودي طبق لوحدها ودي البطاطس البيوريه الساده اللي هي مفيش فيها اي نوع من الصوصات هي بطاطس ولحم مفرومه أه عموما المكون واحد اللي هو البطاطس البيوريه المكون واحد أه العصاج أه اللحمه المتعصجه أه برضو مكون واحد في الثلاث ثلاث صواني بس أه المختلف في الصوص يعني دي بالبشاميل بيبقى ده شكلها النهائي أه ودي بالصوص الاحمر صوص الطماطم ودي الساده أه معاكم الثلاث اشكال أه كل انواع البطاطس البيوري انا عملتها ليكوا آه بيبقى ده شكلها النهائي آه الساده وال... ممكن تعملي صنف البطاطس دي لوحدها آه البطاطس آه بشاميل لوحدها ب... بدون بس انا عشان اشرح اشرح الطريقه على الهواء فانا آه جبت لكم الثلاث آه آه انواع آه في حلقه واحده وان شاء الله يعني الاكله هتعجبكم انا مجربها في بيتي طعمها بسم الله ما شاء الله عشرة على عشرة ما فيش فيها اي عيوب بالعكس اللحمه المفرومه بتديها طعم بتديها نكهه حابه تحطي خضره في قلب البطاطس حطي مش حابه تحطي خضره براحتك انا عملت دي بدون خضره ودي حاطه فيها في قلبها خضره اللي هي الشبت والبقدونس حسب الرغبه وفي كلا الحالات ان شاء الله هتعجبكم وطعمها يكون حلو دي كل انواع البطاطس البيورية بكل انواعه ثلاثه البشاميل والصلصه وشرحت شرح وافي ويا يكون شرحي استفدتوا منه طبعا برضو زي ما قلت التوابل حسب الرغبه اي نوع اكل في المطبخ مفيش توابل اجباري فيه يعني في اكل انا ما برغبش الفلفل الاسود خلاص مش هحط فلفل اسود ده التوابل دي حسب الرغبه بس البطاطس البيورية المكون الاساسي فيها الكمون بيديها طعم مختلف بيديها نكهه مختلفه كتروا فيها الطمون وما تخافوش وبعد كده الخضره برضو حسب الرغبه شبه البقدونس ودي الثلاث اشكال دي الساده ودي بالصلصه ودي بالبشاميل ودي الطريقه النيه ويا رب تكون عجبتكم ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم وكن و يعني تكونوا استفدتوا مني وافدتكم ووعد مني في حلقه جايه ان شاء الله هعمل لكم اللحمة بتاع علي الهوا وهعمل لكم البشاميل مره تانيه علي الهوا انا عملت الطريقتين وهعمله مره تانيه عشان حضراتكم ويا رب اكون كنت ضيفه خفيفه عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. thank you